صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. في فضيحة دبلوماسية غير مسبوقة، أقدمت الجزائر على إدخال عنصر من جبهة البوليساريو إلى اجتماع إفريقي بطوكيو باليابان لعدم دعوة الجبهة الانفصالية الغير المعترف بها لحضور هذا الاجتماع، إذ قام ممثل الانفصاليين بإخراج لافتة من محفظته مكتوب عليها الجمهورية الصحراوية كأن شيئاً لم يكن، وهو جالس رفقة باقي الوفود الإفريقية كأنه أمر طبيعي، إذ سارع الإعلام الجزائري الرسمي إلى تصويره وبث الصور وكأنه حضور رسمي، لكن فطنة الدبلوماسيون المغاربة تمكنوا من اكتشاف الخطة الجزائرية، ما تسبب في اندلاع اشتباك وعراك بالأيدي بين ممثلي المغرب والبوليساريو. وبينما الاثنين في عراك، انطلق ممثل الجزائر خفية من الوراء وقام بطرح المغربي على الأرض قبل تدخل المنظمين وبعض الوفود لفض الاشتباك وطرد العنصر الذي أدخلته الجزائر متسللا كوفد جزائري. Et ils veulent être vice-président de la commission. Please stop the please keep the solve the differences through dialogue with our colleagues. Anybody who disrupts the meetings will be ordered to leave the conference. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد، وإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب.